ما عسى بعدك الرثى والعزاء، ما عسى بعدك الرثى والعزاء والقوافي صريعة والبناء روضتنا فواجع الدهر حتى روضتنا فواجع الدهر حتى لم يعد لائقا علينا البكاء موت فرد بأمة كارثي ولعمري ما مثل ذاك ابتلاء كان للعلم والديار أمانا فتلاشى بأرض فعلى العيش فعلى العيش والحياة العفاء عسى بعدك الرثى والعزاء والقوافي صريعة والبناء ما عسى أن تكون فيك التعازي والمعزي ومن يعزى سواء ما عسى أن يقال في موت شعب يتوارى عن ساحه العلماء قبض العلم والضياء توارى عن ديار يعم فيها الغثاء وهوى من له القلوب تهاوت وتباكت عليه حتى السماء دفنوا في محمد مجد قرن وانطوى في ثرى التراب الثراء فجعت في التق ابن عمران دار كثرت في استلابها الأدعياء غاب عن شعبنا الهداة فأضحى يتساوى صباحهم والمساء وإذا مات مصلح أو توارى فابكي شعبا فقد أتاه القضاء رحم الله شمس علم توارت منذ قرن يشع منها السناء وفقيها مبجلا وإماما زان أردانه التقى والصفاء آلفت حبه القلوب فأثنت وقليل من الوفاء الثناء وجبت منة الكريم وطابت إنما الناس في الدنا شهداء إنما الناس في الدنا شهداء إنما الناس في الدنا شهداء ما
عسى بعدك الرثى والعزاء والقوافي صريعة والبناء.